هذا فرحانين للتو اصبح حقيقه. كانوا يكونوا تحتوا شويه هذا اليوم سبا فما شكون جابنا ساعتين تعليق شكون ساعتين صحيتو جود جوب يعني الصباح هنا فرحانين بكم كل. نتصور فما شويه مشاقه في السفر خاصه قبل حتى ما تجيو شكون تستحق فيزا باش يجي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة يعني ستة يعني فما سبعة ثمانية تسعة باش استحقيتوا فيزا. نحب نقول لكم اللي أنتم مصهرين شوية خاطر فما شكون ماخداش فيزا يعني بالحق نتأسفوا اللي ثلاثة أشخاص كانوا ينجموا يكونوا معنا لولا الفيزا وإن شاء الله يكون الملتقى هذايا معناتها فرصة باش نتقاربوا أكثر كعرب وإن شاء الله في الملتقيات الجاية ما عادش يسحقوا الفيزا. إن شاء الله. على كل أنتم توا في المستير مدينة برشا مزيانة تنشوفوها بعد اليوم باش نعملوا فيها جولة ساحلية كما تشوفوا هنا التصويرة وغدوة الحي زادة باش نعملوا دورة في عاصمة الخلافة الفاطمية قبل شكون يعرفها الهدية باش نعملوا لي قهرة ما تغشوش من بعد ولات القهرة دونك غدوة إن شاء الله باش نعملوا دورة في المهدية زادة ومن بعد غدوة أثناء بعد الويكي عربية عندكم شوية وقت للتسوق يعني هنا ندعوكم كونوا تحضروا في المداخلات عندنا وقت للمؤتمر وعندكم وقت للتسوق وللجولات ان شاء الله. نحكي شويه توا فكره فيكي عربيه انطلقت مع اسامه خالد اللي شاف كونه ما نجمو نقدموا ويكيبيديا العربيه ومشاريع ويكيميديا العربيه كان كي نجتمعوا العرب مع بعضنا فرد طاولة ونناقشوا شنو هي المشاكل مع بعضنا ونحاولوا نتعاونوا مع بعضنا باش نطوروها. الفكرة هذه آمن بها أخونا وزميلنا حبيب مني وعرضناها على المجتمع العربي في ويكيمانيا لندن في أوت الماضي. الفكرة عجبتهم ووقتها بدينا المستثمر الواحد. تشكلت اللجنة وعاد بدات التحديات من وقتها وأول هالتحديات كيفاش نترجموا ويكي أرابيا؟ فما شكون يقترح ويكي أرابيا؟ ويكي عربية ويكي العرب ويكي عربي وهذه مشاكل كنا نعرضوها في ويكيبيديا. وحلينا المشكلة هذه وبرشا مشاكل في 25 اجتماع تقريبا. في أكثر من 500 ساعة عمل. وهم من هذا الكل هو الفريق الرائع اللي خدم هذا الكل اللي نحب نحييه ونحبكم نحييه. ملاحظة صغيرة باستعمال وسائل السوشيال ميديا بليز يوز ذا هاشتاج ويكي ارابيا بالانجلش ويكي عربية باللغة العربية للمزيد تعريف الهدف. إذا نشرت صور if you share pictures or images or speak about this conference please use the hashtag #WikiArabia.